بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الواحد يا اخي من كتر ما عاش كتير في الدنيا دي بقى مؤمن ان مش كل حاجه بتحصل في الحياه هي مجرد صدف. علشان خاطر لما تيجي تقنعني ان صامويل ايتو يتم الكلام على الاطاحه بيه من رئاسه الاتحاد الكاميروني، ويتم الكلام ان محكمه فض المنازعات قررت ان هي تقيل صامويل ايتو، وبعدها تيجي مقرر رسميا انك تحط مواعيد مباريات تصفيات كاس العالم لقاره افريقيا وتحطها الفاصل الزمني ما بين كل مباراه ومباراه 3 ايام، بحيث اللي هو حد فيكم يقدر يعترض؟ يعني حد فيكم يقدر يعترض؟ شفتوا اللي حب يعمل فيها عنتر واللي عمل بطوله غصب عننا، عملنا فيه ايه؟ هو ده الرد. هي ما تتفهمش الا كده، ما تتفهمش الا كده، يمين يمين شمال شمال، ما تتفهمش الا كده. ما تتفهمش ان صامويل ايتو خلاص الاتحاد الدولي اعطاه كبش فدا علشان كل الناس اللي كانت عايز تعترض على اي حاجه تحط صامويل ايتو عبره ليها. اللي يعترض هيبقى زي صامويل ايتو، هنطلع له مشاكل وهنوجد له ازمات، واللجنه الاولمبيه هتقرر ان هي تعمل شكاوي ضده علشان خاطر نمشيه. لان ما تقعدش تتكلم معاه بالعقل والمنطق، ازاي الفيفا حط مواعيد مباريات تصفيات كاس العالم لقاره افريقيا بالطريقه دي من غير ما يكون فيها ان يعني مثلا ماتش مالي وتونس الذهاب يوم 24 والاياب يوم 27. يا باشا احنا بنتكلم على ان القاره بتاعتنا بسم الله ما شاء الله موضوع الطيران وموضوع الاقامات والفنادق. طب معلش، هل هتسمح لي ان انا اعمل معسكرات قبل البطوله؟ انا عايز افهم برضو، يعني حد هيقدر يتكلم؟ الاتحاد الافريقي هيقدر يتكلم؟ المنتخبات دي رئيس الاتحاد بتاعهم هيقدر يتكلم؟ اي اتحاد محلي هيقدر يتكلم ولا يحط صامويل ايتو قدامه؟ هي كلها لازقه ببعض عزيزي. يعني مثلا غانا نيجيريا الذهاب 24 والاياب 27، ده طبعا بيبقى فيه يومين، يعني يومين راحه حرفيا، وما بقاش فيه راحه دول. انت بعد المباراه مباشره اللعيبه بيغيروا، يلا رجاله نركب الطياره. الكاميرون الجزائر الذهاب يوم 26 والاياب يوم 29. الكونغو المغرب 26 29، لو يا جماعه حرفيا احنا خلاص، يعني القاره دي بقت بتهرج. القاره دي خلاص، القاره دي في عهد انفنتينو ما حدش باصص لها بصه ادميه، ما حدش بص لينا ان احنا بني ادمين، احنا مجرد ناس بتكمل البطوله خلاص. 10 منتخبات هناخد منهم 5 وخلاص، ويلا انتوا كده كده ما بتعملوش اي حاجه. بس مش بالطريقه القذره دي، مش بالطريقه القذره دي. انت حاطط لي مباريات ما تجرؤش انك تحطها لفرق في اوروبا، ما تجرؤش انك تحطها لمنتخبات في اوروبا، ما تجرؤش انك تعمل بيها بطوله وتقول يلا يا جماعه كل يومين ماتش يا جماعه، والماتش ده هيكون مصيري وحاسم. اللي هو انت بتهرج صح؟ بس على حد يقدر يعترض؟ ولا اي حد يقدر يعترض. هو كان في حد اعترض اساسا على بطوله افريقيا لازم تتلعب غير صامويل ايتو؟ وادي ايتو مشوه. كنا بنتكلم على ايتو كتير، بس بصراحه هو طلع الذكر الوحيد اللي موجود في القاره دي بالنسبه لرئاسه الاتحاد الكوره. انما احنا عندنا ما فيش اي حد يقدر يعترض، لا اي اتحاد كوره في الشرق الاوسط ولا في افريقيا هيقدر يعترض على القرعه دي. ولو وري نفسك هيبقى اخرك زي ايتو. مش عارف اقول لك ايه والله، بس هي ما تحسبش الا كده. لو عندك حسبه تانيه من فضلك قولها لي.